هذا يقول إذا كان الإنسان في المسجد ثم خرج من المسجد بنية الرجوع، خرج الحاجة يبي يتوضأ مثلا، يبي يأخذ حاجة من البيت أو من مكان ويرجع ناوي الرجوع، هذا في حكم الباقي في المسجد، إذا دخل ما يصلي ركعتين يجلس، لأنه كأنه باق في المسجد، وإنما خرج لعارض يزول ويرجع، فهو في حكم الباقي في المسجد. وإذا صلى ركعتين زيادة خير لا مانع، لا مانع، لكن إذا جلس أيضا فلا مانع، لأنه ما خرج بنية المفارقة، وإنما خرج بنية الرجوع إلى المسجد، فهو في حكم الباقي في المسجد.